عايزين يعملوا ايه؟ ايه المكر بتاعهم؟ يلا عملنا ترجوم المرحوم. قتل المسيح، رائع. ها اكتب يا الهوى هواي، اكتب جاوب على السؤال زي ما الناس ما بتجاوب. ومكروا، ده الآية اللي قبلها، ومكروا اللي هم مين؟ اليهود. ومكر الله. طيب اليهود كانوا بيمكروا، عايزين ايه؟ ايه اللي كانوا عايزينه؟ ها؟ لا في فرصة انك تكتب، يلا ها اكتب. اليهود كانوا عايزين ايه؟ طبعا مش هيكتب. عامة احنا بنكلم، طبعا يا مولانا طبعا. عامة احنا بنكلم الناس العقلاء، يعني نرجو ان انت حتى تكون منهم ولو بنسبة 10-20%. طب خلاص خلينا نكمل يا جماعة. يبقى اليهود عايزين يقتلوا المسيح، ماشي، ايوه ها خلاص. يبقى تعالوا نقرا الايه مره تانية بعد ما وضحنا مكروا، مين هم اللي مكروا وايه المكر بتاعه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك. الله، هل يا جماعه المعنى في الايه سيستقيم لما نقول بالبلدي كده بالعاميه اليهود عايزين يقتلوك يا المسيح؟ طب انا بقى هموتك، ينفع بالله عليكم؟ هل معنى الآية كده يستقيم ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمسيح ايه ده؟ ده اليهود عايزين يقتلوك، طب انا هموتك، ايه ده؟ ده من السفه يا اسمك ايه انت؟ يا الهوى هوايا، ده من السفه انك تقول كده. لان الآية بتقول ان الله سبحانه وتعالى لم يحقق مراد اليهود، ومراد اليهود ان يقتلوه، والقتل والموت يتفقان في الغاية اللي هو خلاص الاختفاء. ارد مين؟ مش عارف مين ارد ده، يتفقان في الغاية. فلما الله سبحانه وتعالى وضح ان اليهود ارادوا ان يمكروا بالمسيح ويقتلوا المسيح، الله سبحانه وتعالى توفاه. فلو كانت الوفاة هنا بمعنى الموت، فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له هم كانوا عايزين يقتلوك انا هموتك. لا ده شغل سفه يا الهوى هواية. الفهم ده عندك ده فهم لا يعني سفيه لا يستقيم على الاطلاق. دي النقطة رقم اثنين. إذن يا شباب، نقطة رقم واحد اللي اتكلمنا فيها إن متوفيك هنا أضافت معنى جديد، لأن إحنا عارفين بالضرورة إن كل الناس هتموت. طيب النقطة رقم اثنين، إن سياق الآية والآية اللي قبلها بتتكلم إن اليهود عايزين يقتلوا المسيح وبيمكروا بيه، فمش معنى كده بقى إن ربنا يقول لهم طب أنا هموتك، لا، لأن كده ربنا سبحانه وتعالى حقق مراد اليهود. وأين المكر في ذلك؟ ها يا شباب، أين المكر الذي هو التدبير في الخفاء في ذلك؟ هم أرادوا أن يمكروا بالشر والله سبحانه وتعالى خير الماكرين. إذن سياق الآية بيرد عليك وبيفهم الكلام اللي أنت قلته. عشان ما نطولش على مولانا محمد القاضي، نضيف نقطة كمان صغننة خالص. لحظة، طيب كويس قوي، نكمل برضو الآية يا شباب. حد ينزلها مرة تانية يا شباب. 55 من آل عمران. ها ال 55 اللي بعدها يا أخي محسن. تمام. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. نقف هنا شوية. إلي دي يا شباب، أنا مثلا لما أقول إن أخونا محمد القاضي سيأتي إلي، يبقى أنا موجود، يبقى أنا في مكان، وأخونا محمد القاضي سيأتي إلى هذا المكان. ها تاني كده، احنا بس نتكلم في إلي. أنا لما أقول أخونا محمد القاضي سيأتي إلي، فمعناها لما بقول سيأتي إلي يبقى أنا في مكانه، هو هيجي لي في المكان ده. تمام. هنرجع عند رافعك ونرجع تاني إلي عشان نربط ما بينهم. رافعك دي إما إنها رفع مقامة أو رفع حقيقي، رفع في المقام أو رفع حقيقي. طيب تعال ناخد الرفع المعنى الأول اللي هو يا جماعة رفع مقام ومكانة، نشوف هل يستقيم ولا لا. ونسأل سؤال بسيط جدا، هل رفع المقام والمكانة ينتهي إلى مكان معين؟ لأن الآية بتقول ورافعك إلي، إلي قلنا مكان، صح ولا لا؟ هل رفع المقام ينتهي إلى مكان؟ مش ممكن. How come؟ رفع المقام والمكانة دي حاجة معنوية،
مش حاجة حقيقية. تاني السؤال ده سؤال مهم جدا وبسيط، انا عارف ان هو هواية مضيع، بس احنا بنكلم الناس يعني لعل وعسى ان شاء الله رب العالمين يكون في افادة. ورافعك الي، لو رافعك دي رفع مقام ومكانة، هل رفع المقام والمكانة ينتهي الى مكان؟ لا، لا ينتهي الى مكان، لان رفع المقام والمكانة ده شيء معنوي والمكان ده شيء حسي. إذن لا يبقى إلا المعنى الثاني اللي هو إيه؟ الرفع الحقيقي، الرفع الحقيقي. ورافعك إلي، يبقى ده مش رفع مقام ومكانة بل رفع حقيقي. طيب يبقى لما نيجي نلاقي الآية بتقول متوفيك ورافعك إلي، يبقى هنا الرفع كان رفع حقيقي مش بس رفع مقام ومكانة بس. يعني دي نقطة صغننة بسيطة جدا جدا. ده انت لو كنت بتفقه كل شوية غير اسمه عبد الله ومرة زرزور ومرة بربور وحاجات يعني غريبة كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويهديه. طيب اتفضل يا مولانا القاضي وهكمل بعدك ان شاء الله، وبعدين نشوف ابو عبد الله ده. لو كان ابو عبد الله مين؟ ابو سلوس. انت اسمك ابو سلوس، ما لهاش غير كده، انت تتلت ربنا في قلبك كده ممكن ربنا يهديك ان شاء الله. اتفضل يا مولانا القاضي. طيب السلام عليكم. ربي يباركك يا ميمو ويبارك خدمتك، يبارك تعب محبتك، يستخدمك لمجد اسمه الى الابد. امين امين امين. الاخوه ربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم. لو في صوت بس اشاروني اللي في صوت، اكتبوا رقم واحد. انا بنسال لاخواننا المسلمين ربنا يكرمكم، قبل نزول ايه وما قتلوه وما صلبوه، لو أن المسلمين اعتقدوا أن عيسى مات وقتل أو صلب، ده هيبقى في أي إشكال؟ قبل نزول الآية كان هيبقى في إشكال؟ هل من الأنبياء من قتل وهل من الأنبياء من صلب إلى غير ذلك؟ ما كان هيبقى في أي إشكال. طيب بعد نزول الآية من اعتقد أن عيسى هيبقى إيه؟ هيكون مكذب لرب العالمين. طيب لو اعتقد ان عيسى مات لم يقتل ولم يصلب ولكنه مات، هل دي فيها اشكال؟ اعتقد ان عيسى عليه السلام مات لم يقتل ولم يصلب ولكنه مات، رفع ميتا مثلا، ها، او مات واحياه الله سبحانه وتعالى، هل دي فيها اشكال؟ على فكرة دي عندنا ما فيهاش اي اشكال، دي عندنا ما فيهاش اي اشكال خالص. ليه؟ الآية نفت القتل ونفت الصلب، الآية نفت القتل ونفت الصلب، ولكن الآية أصلا أي معنى أنت عايز تاخده بقى؟ أي معنى أنت عايز تاخده من معاني التوفي؟ الموت مفارقة الروح للجسد، ماشي أنا وافقك، مفارقة الروح للجسد، الموت الذي هو التوفي الذي هو الموت. طيب الآية بتقول إيه يعني؟ الآية بتقول إيه؟ زي ما حبنا ميمو كده قال ان الله سبحانه وتعالى هو خير الماكرين، تمام. لم يحدث قتل او صلب، الآية خلاها بمعنى الموت، ماشي، اني متوفيك اني مميتك، دي فيها عندنا اشكال؟ لا ما عندناش اشكال. الآية بتقول ايه؟ متوفيك ورافعك ومطهرك. هل الوفاة هتأتي قبل التطهير ولا بعد التطهير؟ ها، قبل التطهير ولا بعد التطهير؟ ده احنا سؤال بنساله، يعني الله سبحانه وتعالى هيتوفاه وبعد كده يطهره ام يطهره ثم يتوفاه؟ ها، ما في عندنا اي اشكال. احنا في عندنا من قال بذلك القول، فبنقول للاخوة ياخدوا ايه؟ احنا ما عندنا اي اشكال، ربنا يهديكم. إن مميتك ده قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. طيب ابن عباس لما قال إن مميتك، إني مميتك، تمام، هل الموت هنا قبل الرفع أم بعد الرفع؟ الموت قبل الرفع أم بعد الرفع؟ تقدر تقول لي؟ احنا نشوف بس الآية، ربنا يبارك فيكم، الآية بتقول ايه؟ اني متوفيك ورافعك ومطهرك. هل الموت قبل الرفع ولا بعد الرفع؟ لا،
ما يجيش قبل الرفع، ما يجيش قبل الرفع. ليه؟ لان فيه مطهرك. هل الموت هيكون قبل تطهيره من الكفار اليهود؟ ما هنقول لك ليه الهوى هوايا. هل الموت بيكون قبل التطهير ولا بعد التطهير؟ يلا، هل الموت بيكون قبل التطهير من الذين كفروا ولا لا؟ يا ريت تقول لي كده. يعني هيموته وبعدين يطهره من الذين كفروا، ام يطهره من الذين كفروا اي يزكيه ويبعده عنهم؟ هيكون انهي؟ تقدر تقول لي؟ خلاص مات، يبقى مش هيحتاج التطهير، يبقى التطهير الاول وبعدين الموت. يعني انا هديك مثال، الله سبحانه وتعالى لما يقول كيف كان عذابي ونذر، هل العذاب بيأتي الاول ام النذر بتأتي الاول؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حل وقت نعمة الله، تمام، ام النذر الاول؟ بالتأكيد الانذار ثم العذاب، الانذار الاول ثم العذاب، كذلك التطهير ثم الموت، التطهير ثم الموت، تمام، افتهمت؟ ده ما يسمى التقديم والتأخير بتاع اللغة العربية، لأن الواو لا تفيد ترتيبا في اللغة. ميم هرب، ميم هرب، تمام. معنى التطهير مش مضبوط عندك. يا سلام يا سلام، التطهير معناته مش مضبوط عندك. التطهير ميم انقطع، ميم ماي انقطع، هاي الله ترجوم ما شاء الله. انت ترجم اللي احنا نعرفه ولا ننتظر اخر؟ وبعدين واخد لون ذهبي ونجمة تمام. ميمو ما حدش يقول انقطع، ميمو ما حدش يقول عليه انقطع ابدا ولا هرب. كنا لسه بنشكر فيك حبيبنا ميمو، الوحيد اللي بيشكر فيك، انت عارف يعني من زمان وانا خير ان شاء الله. افتهمت يا استاذي؟ لا لا لا، انت افتهمت بس عشان نعرف، افتهمت ان دي فيها تقديم وتأخير، فأي من المعاني ما تفرق معنا خالص. عرفت ان أي من المعاني التطهير دي ما تفرق معنا؟ عفوا، أي من معاني التوفي ما تفرقش معنا؟ لم تفهم ولا شتفهم. ليه؟ توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. فانت هتفهم لذا كنت مش هتعتمد. تفضل حبيبنا ميمو، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك. ده اسمه هروب من نص إلهي. ده هروب، ده يا اخوه ده اسمه هروب، اسمه هروب. تفضل حبيبنا ميمو، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم وبركاته. هروب من نص إلهي مبين. يا سلام، والله احنا متمسكين بالنص بفضل الله سبحانه وتعالى، وانت اللي بتهرب منه. وانا دلوقتي اثبتت لك من الآية، هو مش نص، هو آية من الآيات دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيها، ان الرفع هنا رفع في مكان، حال وقت نعمة الله، رفع الى مكان. هل عندك رد على النقطة دي؟ دي 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 ده دو يعني، بص عمال بشاور لك عن نقطة عندك، ولا هتطلع ما يطلبه المستمعون وتقول ومعايا اتصال تليفوني ونقول الو وتدخلنا في حوار تاني؟ عندك رد على الكلام اللي اتقال بالحرف الواحد؟ مش هسمح لك انك تدخل في نقاط تانية. عندك رد؟ عندك رد على رافعك إلي وعلى مطهرك الأله مولانا القاضي؟ ها هو هي شي ايه تكست واقف ولا قاعد؟ عندك ولا ما عندكش؟ في صوت؟ في حد هنا؟ انا هنا، انا موجود. ده انا شكلي بصيف في غرفه ثانيه. الله المستعان. قطعت. اول الله اول الله. ايه ده، رجعت؟ معلش انا كنت على المايك يا شباب، انا كنت سامعني ولا ايه؟ مش فا تكست كان واقف. خلاص خلاص، اوكي اوكي اوكي، معلش انا اسف انا اسف انا اسف، كل اللي دي بامات خلاص، حقك عليا حقك عليا، انا اسف.
انا اسف. خد يا الهوا هوايا رد على النقاط دي خصيصا. اتفضل. اني متوفيك ورافعك الي. اترفع عايز كما تقول. توفي ما حصلش، ما فيش ايه بتقول الرفع بدون توفي. واذا كان التوفي باي شكل قد حدث، اذا القصه والروايات والاحاديث انه سينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب وبعدين يموت وبعدين يرفع، ده ما ينفعش. ما قالش في القران هيطلع مرتين انه اني متوفيك رفعك مرتين، ما قالش الكلام ده. هو فلاقي لكم حل دلوقتي، والا تبقى الاحاديث بتنسخ حتى روايات القران. هي كده القران مبين، قال اني متوفيك ورافعك. عيسى رفع، يبقى لازم في حدث توفي. توفي باي شكل انت هتهربوا بيه، ماشي. هل القران قال هينزل تاني ويرفع تاني؟ ما قالش. اذا الروايات، كل الروايات اللي انتوا بتستندوا عليها، اللي حب علماء المسلمين بعد ان وضعوها ان يوفقوا بين تفسير القرآن والآخرة، انهم يتنوا تأويل النص القرآني. اذا القرآن ما قالش فيه مش هيطلع مرتين ولا يتوفى مرتين. وجدت لكم حل يا استاذ، والا تكون الروايات نسخت رواية القرآن الكريم. ودي اشكالية يا عم. اشكالية ايه ام الاخوية؟ انت بتخترع. وربنا انت بتفكرني بنفسي في امتحانات الكلية، كنت بحط سؤال من دماغي واجاوب من دماغي وفي الاخر بجيب امتياز. لكن مش علينا، ده احنا اتهرينا. يعني الكلام ده انا اعمله في الكلية، لكن انت ما تجيش تعمله هنا. يعني ما تجيش تبيع الماء في حارة السقايين. اولا انت ما جاوبتش على كلامي خالص خالص مالس، يعني ملوش وجود في الوجود. ولا جاوبت على كلام مولانا القاضي. يا جماعة حطوا ده كله في الحصالة، واتمنى يكون الصوت عندي واضح. الشباب ده اتحط في الحصاله. ثاني نقطه، انت اخترعت حاجه بتقول الرفع مرتين. هو مين قال ان احنا يعني هات لي كده واحد من المسلمين قال ان المسيح هيترفع مرتين؟ واحد بس كده من المسلمين قال انه ان المسيح سيرفع مرتين؟ انت بتخترع يا الهوى هوايا، انت بتخترع. شاور لي بس على واحد، اذكر لي اسمه. ها اذكر لي بس اسمه كده اللي قال سيرفع مرتين. هو لو نزل الارض مره تانية يبقى لازم يرفع؟ شد الشعر يا ربي. حياك الله يا اخونا مسلم سن. هو علشان المسيح ينزل الارض يبقى ده يتطلب انه ترفع مره تانية؟ لا، ده عند ام جرجس الكلام ده. عند ام جرجس طبعا. مين ده؟ مش عندنا. هيموت، انت مش واخد بالك. والله لا، هيموت يا جدع، هيموت بقى، ما فيش رفع تاني. عرفت بقى انك بتفتكس؟ ها عرفت انك بتفتكس؟ بتقول ان هو هيرفع ليه؟ هيموت ويعفن؟ لا، اجساد الارض ما بتاكل. لا، الاجساد الارض لا تاكل اجساد الانبياء، فمش هيعفن. يعفن دي حاجه عندك يعني، الله اعلى اعلم يعني. عيب تقول كده على الهك، عيب تقول كده. كل يرى الناس بعين طبعه، لكن ما توصلش انك تقول على الاله بتاعك كده، والعياذ بالله. هيموت يا الهوى هوايا، مات خلاص، مات، سيفنا سيفنا خلاص، مات. بعد الموت سيبعث زيك بقى، مش رفع بقى. انت نسيت البعث بعد الموت؟ الشباب بعث. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا، يوم البعث. هل البعث ده رفع؟ كلنا هنبعث. فين بقى الرفع مرتين بقى والحوارات ولدت؟ عفوا اسمي ولا ولدت، اعتذر اعتذر. ها ولدت ماضي، اموت فعل مضارع دلع المستقبل، ابعث حيا لسه هيحصل. ها اذ انك تنفي موت وتوفي الان لاثبات انه سيموت المره الثانيه. انا والله ما شان يعني شان الله سبحانه وتعالى هو اللي قال ان المسيح لم يقتل ولم يصلب، وقال ان المسيح هيموت مره تانية وسيبعث. مين اللي قال كده؟ ادي نزلت لك وذكرت لك الايه، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ها خلاص كده وصلت. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به. ها كملوا الايه يا شباب، كملوا الايه في سوره الزخرف على ما اذكر. ها
قبل موته. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يعني هيموت اهو يا الهوى هوايا، هيموت اهو. سورة النساء. تمام، يعني هيموت اهو يا اسمك ايه. خد بالك بس من حاجه مهمه جدا، ان الايه اللي انا ذكرتها من اهل الكتاب الا يؤمن به قبل، ده في نفس السياق، وما قتلوه وما صلبوه. توفني مسلما والحقني بالصالحين. ايوه، ايه المشكله يعني؟ هو احنا بنقول ان الوفاه فقط معناها الاخذ بالكامل او التوفي بالكامل؟ مش فاهم. توفيتني هنا معناها انك امتني. طيب بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه اللي اطعم من الشوكولاته، اتحداك، اتحداك، اقول لك ليه اتحداك، تحدي من هنا ليوم الدين، انك تجيب لي كلمه الوفاه من القران الكريم وليس معها قرينه توضح معناها الا في ايات المسيح. ها، ايه رايك؟ تاني نقول تاني، اتحداك تحدي صارخ انك تجيب لي كلمه وفاه من القران الكريم الا وتكون معاها، الا انا بقول الا ولازم تكون معاها قرينه توضح معناها عدا الايات الخاصه بالمسيح. نضرب لكم مثال، وبالمثال يتضح المقال للعقلاء فقط. يعني عندكم مثلا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، قل يتوفاكم ملك الموت. هنا يا شباب حد يقدر يقول اي حاجه يقول ان الوفاه مش بمعناها الموت في الايه اللي انا ذكرتها دي يا شباب؟ قل يتوفاكم ملك الموت، هل في حد يقدر يقول ان الوفاه هنا مش بمعنى الموت؟ ها، ركز بس يا ابو سلوس، معناها الموت، ملهاش غير كده، ملهاش غير كده، طولا وعرضا، شمالا وشرقا وغربا. ليه يا جماعه؟ لان في قرينه تؤكد ان الوفاه هنا بمعنى الموت. اسمع بس يا ابو سلوس، اسمع بس، الوفاه كده مفرده تعني الموت؟ لا، حسب السياق. ايه رايك؟ حسب السياق بتاعها، وهنا في ايات فيها قرينة بتوضح معنى الوفاة عدا في آيات المسيح اللي ليها قرينة بتوضح إن هي الأخذ بالكامل بالجسد والروح والروح. ها، طب ما ترد عليا. طيب رد عليا، قول لي أنت غلطان، قول لي أنت غلطان. أنا دلوقتي ذكرت لك آية وبتحداك تحدي، هات لي كلمة وفاة أو مشتقاتها في القرآن الكريم من غير قرينة، يعني هات لي كلمة وفاة وأينما ذكرت تعني موت. يلا تحداك، هات لي من القرآن كده كلمة وفاة بدون قرينة، أكتب لك التحدي عشان تفهمه. هات لي كلمة وفاة أو مشتقاتها من القرآن بدون قرينة ويكون معناها الموت. إيه رأيك في التحدي ده؟ ها؟ إيه رأيك في المعنى ده؟ إيه رأيك في التحدي ده؟ قد ولا عندك ولا ما عندكش؟ خلص بس ننجز. تقبل التحدي ولا اي حاجه ولا الهوى قاعد بيخطرف في اي بتاع في اي بتاع؟ طيب يلا هات لي بقى ايه مذكور فيها الوفاه من غير قرينه وتعني الموت. عندك ايه؟ ها، فين الايه؟ يلا نزلها، نزلها. ما عنديش. عبده كشاكيش، عبده أرقيش، يعني تقول لي اقبل واتحداك وما عنديش، ما لهاش غير كده. شوف يا شباب الملخص بس بتاعت النقطه دي، انا ما بخرجش، انا بوضح لك والله يا ابني، انا عمال بصفع فيك، انا عمال بلوش كده يعني كانك رافضي وانا عمال ايه بعمل لك لطميات كده. طيب بص يا شباب، بمنتهى البساطه، الوفاه في القران الكريم في كل الايات ذكرت لها قرينة بتوضح معناها. مثلا يا شباب عندنا آية بتقول توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى إذا جاء أحدكم الموت. ها، الآية بدايتها بتقول حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الموت هنا معناه إيه يا شباب؟ ها، هنا الموت، هنا خلاص القرينة بتوضح
بتقول توفته رسولنا. هنا الوفاء بمعنى الموت. ليه؟ لان الايه بتقول حتى اذا جاء احدكم الموت. خلاص هنا القرينه يا شباب الموت وضحت هنا معنى الوفاء. طب ناخد ايه تاني، ناخد ايه تاني. حتى يتوفاهن الموت، حتى يتوفاهن الموت. اذا في قرينه اهو، القرينه ايه هي؟ الموت. اذا يتوفاهن يا شباب ها معناها ايه؟ معناها الموت. ليه؟ لان الايه فيها قرينه بتوضح ان الوفاه بمعنى الموت. الله. طب تعال نشوف ايه تاني. قل يتوفاكم ملك الموت. هنا قلنا يتوفاكم ذكر معها الموت ايضا، اذا دي قرينه بتوضح معناها. طيب لما نيجي بقى نشوف الايات الخاصه بالمسيح، اني متوفيك ورافعك الي، هي دي القرينه اللي بتوضح معنى الوفاه، هي دي القرينه اللي بتوضح معنى الوفاه. مثلا هجيب لك ايه دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم. حد ينزل الايه دي يا شباب. ثم توفى كل نفس ما كسبت. قول لي معنى توفى هنا ايه يا الهوى هواي. ها يلا يا الهوى هواي، توفى هنا معناها ايه؟ عندك رد؟ حد ينزل الايه يا شباب. ثم توفى كل نفس ما كسبت، معنى الوفاء هنا ايه؟ رد بس يا اسمك ايه الهوى هوايا، بس رد يا ابو سلوس. عندك رد؟ رد، ما عندكش خلاص. الله، خلاص برافو عليك، عرفنا ليها معاني. ايه اللي بيوضح المعنى بقى؟ ها ايه اللي بيوضح المعنى؟ برافو عليك، احسنت والله. بدا يفهم يا شباب، شكله هيفشلكم دلوقتي وبدا يفهم، طلع له عقله الحمد لله، تلت ربنا في قلبك كده واهدى خالص. ليها معاني، ايه اللي يوضح المعنى؟ القرينة. صح؟ صح. هل القرينة دلوقتي في الايتين اللي مذكور فيهم الوفاة في حق المسيح بتقول ان هو موت؟ اتحداك والله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ميمو هرب، ميمو هرب يا اخوة، ربنا يبارك فيكم، خير ان شاء الله. هرب منك. الهوى هوايا، الهوى هوايا. انت ليه بتكذب على الامام الراسي؟ ليه بتكذب على الامام الراسي؟ يلا، ليه بتكذب على الامام الراسي؟ انا بسألك سؤال، انت ليه بتكذب على الامام الرازي؟ ليه بتكذب؟ مش ده الكلام اللي انت نزلته؟ الرازي قال ان الله يلقي شبه انسان على انسان، يعني ده بص من اول قال يبقى الكلام ده، ان الله يلقي شبه انسان على انسان، دي صفصطة كلامية حتى بالمعنى. يلا انا موافق ان الكلام بالمعنى، انا موافق ان الكلام برضو بتكذب على الامام الرازي. الامام الرازي قال ان دي صفصطة كلامية. الرازي قال ان دي صفصطة كلامية. يلا لا لا، الرازي قال ان دي صفصطة كلامية. انا بسألك سؤال، هل الرازي قال ان دي صفصطة كلامية ولا قال ايه؟ ها قال صفصطة، ما هو قال صفصطة، انما هل هو قال بالمعنى ده؟ ها قال يلا الهوى هواي، قال ايه؟ ما هو هو قال صفصطة، بس هل قال ان الكلام ده صفصطة كلامية؟ يلا ليه بتكذب؟ ليه بتكذب؟ قلت لي بالمعنى، قلت لك ماشي بالمعنى. ليه بتكذب؟ ليه بتكذب؟ ها ليه بتكذب؟ طيب خد الاخوة ربنا يبارك فيكم، بالله عليكم، هو الكلام اللي كتبه صفصطة ولا قال ان الكلام ده صفصطة كلامية؟ ها
لا انا بسألك انت ليه بتكذب؟ ها انت بيقول لك الكلام الرازي نص كلامه ايه؟ هو شوفوا بصوا الكلام اللي هو كتبه ايه، يعني شوفوا الكلام اللي هو كتبه ايه. ناخد كده كوبي منه عشان خاطر لما ايه ننزله تاني. ادي الكلام اللي هو كتبه، تمام. الرازي قال ان الله يلقي شبه انسان على انسان، دي سفسطة كلامية، عارف ايه معنى ده اللي هو قاله؟ فاحنا شاعرين بيك. اسمع معلش يا ميمو، بس النقطة دي وابتعد بعديها. الرازي بيقول لك أنه إن جاز أن يقال أن الله تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر، فهذا يفتح باب السفسطة. فهذا يفتح باب السفسطة. عارف لما الرازي يقول لك دي سفسطة ويقول لك ده يفتح باب السفسطة، عارف الفرق بين المعنيين ايه؟ عارف الفرق بين المعنيين ايه؟ بيقول لي بالمعنى يا كذاب يا أشر. خير ان شاء الله. اتفضل مولانا ميمو، انت اللي صرت، هنعمل لك ايه؟ انت اللي صرت، الله المستعان، انت اللي صرت. وبعدين انت اخطأت، ده مستعصي عن الفهم. يعني بعد الكلام اللي احنا اتكلمناه كله يقول لك ايه يعني هيترفع مرتين؟ انا ما قدرتش امسك نفسي من الضحك صراحة. هو بيقول يعني هيترفع مرتين، فين في القرآن ان هو بيترفع مرتين؟ هات لي بقى مين اصلا قال ان هو هيترفع مرتين؟ ما قدرتش امسك نفسي من الضحك، يعني بعد كثرة الجهد والعناء استحكم عنده الغباء. تفضل مولانا، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يد يا مولانا، ده طالع على المايك حاسس ان هو جهبذ، يعني حسيت ان هو احمد زويل بقى وجاب الديب من ديله. قول لي بقى فين بقى القرآن بيقول رفع مر؟ يخرب بيت دماغك يا حبيبي، هو مين اللي قال كده بس؟ مين اللي داس على ديلك وفهمك كده؟ هيوعس. خلاص ماشي، لكن ما فيش رفع. هو انا بصراحة كنت محضر له حاجة ظريفة كده يعني، بس هو اتكل على الله، اتكل على الله. بص الشباب عندهم نص، هو يعني كان بدأ يعني يفهم، قال لي خلاص عرفنا ان ليها معاني. طب يا جهبذ، لما الوفاة دلوقتي ليها معاني، اذا لازم ترجع للسياق بتاعها، والسياق بتاعها هو اللي هيوضح لك معناه. بس خلاص، يبقى كده ازاي للاشكال؟ يبقى انا كده خدته ايه على خدته جنبي. طيب، ان انا وصلت بيه لنقطة ان دلوقتي لازم نشوف القرينة ولازم نشوف السياق هو اللي هيحدد المعنى. طيب، عندهم نص في ايوب 15:32، النص ده كده كنت بقرأ كده فلقيته يعني. قال لي ما تسيبنيش، قلت له لا يا عم خليك شوية. قال لي ما تسيبنيش، نص بيقول قبل يومه يتوفى وسعفه لا يخضر. قبل يومه يتوفى وسعفه لا يخضر. نزلوا كده بقى التراجم يا شباب، شوفوا بقى التراجم شو عم بتقول. بتقول يستوفيه كاملا قبل يومه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام، سلم المعنى اهو. يستوفيه كاملا، اذا الوفاء بمعنى الاخذ بالكامل او الاستيفاء بالكامل، هو ده المعنى اللي احنا بنقوله، هو ده المعنى اللي قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ووضحته سياق الآيات. يستوفيه كاملا قبل موته. طيب، وده واضح برضو في باقي التراجم يعني. على كل حال، نختم بس الموضوع ده بحاجة ظننة كده، هشوف لك. حاضر يا عمنا وائل الإبراشي، استنى بس نقفل الحاجات دي كده. تمام، تعالوا نرجع كده يا جماعة ببساطة كده نختم الموضوع ده في سورة النساء، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. فين الآية؟ ثانية. أوكي. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طب كويس، هنا يا جماعة الآية بتنفي عن المسيح إيه؟
الآية بتنفي عن المسيح إيه؟ ها؟ الآية دي بتنفي عن المسيح إيه وإيه يا شباب؟ توصل على فكرة ان انت عنس لكن البلاء تك له في صوت يا انا قبل عايز اقول عن هذا الغريب بيقطع طب دي حاجة كويسة يعني دي بداية مبشرة حياك الله يا حاج ابراهيم كنت ان انا صوتي يا جماعه يقطع عند كل ولا ايه عندك صوت الان اخونا ميمو طيب ثواني هعطيك المايك الكاميرا بتاعتك الله يرضى خلاص يلا السلام عليكم في صوت شباب انا كان صوتك بيقطع يا اخي محمد في صوت الو حول في ضوء الو في صوت شباب الله يا الله يا الله تكست واقف معلش التكست بيوقف انا هتصل بتاع النت دلوقتي ان شاء الله يعني يا قاتل يا مقتول يا اما حاجه تاني طيب معلش انا اسف طيب يا شباب هختم بس الموضوع ده بنقطه صغيره جدا اللي هي في سورة النساء يا جماعة 157 بتقول قولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختاروا فيه لفي شك إلى نهاية الآية هنا الآية بتنفي عن المسيح حاجتين إيه هما يا شباب بتنفي عن المسيح إيه يا شباب أعتقد أوكي الصلب والقتل جميل جدا جدا رائع لذيذ الصلب والقتل ده بيقع على ايه على جسد الانسان ولا على روحه ولا على شيء معنوي القتل والصلب ده بيقع على الجسد يعني بيكون في الجسد ولا على الروح ولا على شيء معنوي على ايش على الجسد الله عليكم الله عليكم الله عليكم طيب دي اول معنى وصلنا له هنوصل بيه النتيجة كويسة جدا دلوقتي الآية اللي بعدها بتقول بل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه الله إذن الله سبحانه وتعالى رفع المسيح علشان ينجي جسده من الموت من القتل ومن الصلب تاني الرفع ده لازم يحقق معنى معين ايه المعنى اللي لازم يحققه المعنى ده انه ينجي المسيح من الصلب اللي بيقع عن الجسد اذا هذا الرفع حقيقي وليس رفع معنوي وليس رفع مقام ومكانة تاني نقولها تاني الآية بتنفي عن المسيح القتل والصلب يبقى لما الآية بعدها بتقول بل رفعه الله إليه إذا هذا الرفع لابد أن ينجي المسيح بجسده مش هيكون معناه رفع مقام ومكانة خالص ليه يا شباب هل رفع المقام والمكانة هينجي جسده من الصلب ها هل رفع المقام والمكانة هينجي الجسد من الصلب ها يا شباب تكس برضو افتاني حسبي الله ونعم الوكيل بس اكيد انتوا شغالين وانا نرمين قصدي نايمين الصوت ظبط الان ولا لا
طيب الحمد لله. لا تقولوا الله يرضى عليكم. كنت بقول ان هذا الكائن هو جاي بكلام مين؟ جاي بكلام قناة الممات. ركزوا يا اخوة، هم النكرات دول اللي كانوا بيقولوا لما تيجوا تستدلوا علينا عايزين بشيء من القرآن او شيء رسول، يعني يقول لك ايه، يقول انا عايزك تمني بتحريف، تمام، يقول لك المعذرة، يقول لك تحريف الكتاب المقدس. هل الرسول محمد حديث بتحريف الكتاب المقدس؟ الآن قالب بتحريف الكتاب. لما تجيب له كلام ابن عبلك، لا عايز كلام رجالكو، ازاي منين بتستقطع، منين بتستدلس استدلال من القرآن؟ وساعة ما جاي تسيح جاي تستدلس من كلام صحابي، الله بيقطع. بيقطع نت كويس برضو. حسبنا الله وكيل، ولا يكون العيب من البلطك، العيب من البلطك. ايه انا كويس برضو بيقطع. طيب خلاص يلا. طيب حياكم الله، معلش انا اسف، النت صعب جدا، حتى كلمت بتاع النت فقال لي ان هو مسافر البلد بقى وبيعيد جاي بكره يعني. طيب هو خلاص كان الموضوع يعني انتهى، مش عارف انا وصلت اصلا لغايه فين، انا كنت عمال بتكلم يعني. بس على كل حال يا شباب، متوفيك في سوره النساء 157 زي ما احنا ما قراناها، السياق بتاعها في الرفع، والرفع يا شباب قلنا لازم ينجي المسيح وكل امر الله بعبد من القتل اللي هو بيقع على الجسد. دي حاجه. الحاجه رقم اتنين يا شباب، الايه بتقول بل رفعه الله اليه، بل. طيب لما انا اجي اقول مثلا يا شباب ما أكلت بل صمت، أنا هنا نفيت اللي هو النفي اللي قبل بل. هو أنت تاني هي دي الإجابة وإلا ما فائدة الرفع؟ مش فاهم، مش هل هو ده هو ولا مش هو ولا مين ولا إيه؟ هل أنت هو أم ننتظر آخر يا أنت تاني ولا إيه؟ مش فاهم. الله يحييك. لا يبقى مش هو. طيب خير. طيب شباب لما انا اجي مثلا اقول ما اكلت بل صمت، يبقى انا هنا عملت اقرار. طيب حياك الله يا بلال، معلش انا افتكرت بحاجه ثانيه، معلش. عملت اقرار للنفي الاولاني، يعني انا اقريت بايه؟ بعدم الاكل اللي هو النفي الاولاني. طيب وجبت العكس بتاعه، العكس اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو الصوم. تمام جدا. مثلا لما اقول ما قتل احمد بل عاش، جبت العكس بتاعه، اقريت بالنفي اللي في الاول وبعدين جبت النفي بتاعه بل عاش. كويس قوي 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 قوي. تعال نشوف سياق الايات. الايات بتقول يا شباب وما قتلوه وما صلبوه، وفي اخر الايه بتقول وما قتلوه يقينا، ها، بل رفعه الله إليه. إيه ده؟ يبقى الرفع ده يا شباب ضد إيه؟ ضد القتل وضد الصلب. تاني كده، الرفع هنا هيكون معناه إنه ضد القتل وضد الصلب.
قتلوه وما قتلوه وما صلبوه، ها، وفي آخر الآية وما قتلوه يقينا، بعد كده بل رفعه الله إليه. إذن بل يا جماعة اللي جي بعد بل ده لازم يكون ضد القتل والصلب، يبقى الرفع بل رفعه، يبقى الرفع ده شباب كان ضد أو عكس، عكس معنى القتل والصلب، زي ما قلنا شباب ما أكلت بل صمت. حلو الكلام ده، ألم أنا لسه مجاوبه لكن هجاوبه تاني بس بعد ما خلص الفكرة دي، بعد ما خلص بس الفكرة دي. أبل يا شباب حرف استدراك، حرف الاستدراك ده إذا جاء بعد نفي فبيقر بهذا النفي، بيقر بعد بهذا النفي ويثبت ما بعده. الآية قبلها نفي أو قبل أبل في نفي، وما قتلوه وما صلبوه، إذن هناك إقرار لهذا النفي، بل رفعه الله إليه، إذن الرفع ده ضد القتل وضد الصلب بس. طيب ألامي اللي هو رفع الروح أو رفع المكانة أو 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 أو، دلوقتي ألامي الآية بتقول وما قتلوه وما صلبوه، هل القتل بيقع على الجسد ولا على الروح؟ القتل بيقع على الجسد ولا على الروح؟ الجسد، كويس جدا. يبقى هذا الرفع يبقى الرفع دلوقتي ايه اللي حصل فيه؟ الرفع ده لازم يحقق معنى اللي هو ينجي المسيح بجسده، ينجيه من القتل والصلب اللي بيقع على الجسد. يعني الآية بتنفي عن المسيح القتل والصلب اللي بيقع على الجسد، يبقى لازم الرفع ده ينجي المسيح بالجسد علشان ما يتصلبش وما يتقتلش. وصلت كده يا ألامي ولا لسه؟ وصلت ولا لسه؟ شكل انقطعت. الله المستعان. أنا آلام مش عالمي، أنا قلت آلامي، ما أنا آلام مش عالمي، ما علينا مش عارف. أنا طب حضرتك وصلك المعنى اللي أنا بقوله ولا؟ أستاذة آلام وصل اللي أنا قلته ولا أعيد تاني ولا إيه؟ دلوقتي بمنتهى البساطة القتل والصلب، أوكي فاهمة. طيب الحمد لله. إيه الاستشكال طيب دلوقتي؟ ربنا يستر يا مولانا أبو عبد، النت في الشخرمنت خالص. الله المستعان. ايه الاشكال دلوقتي؟ انا بطرح اشكال او اللي يتفهم. ما هو دلوقتي لو قلنا ان هو رفع الروح يا استاذه الام، رفع الروح ده لن ينجي المسيح من القتل والصلب، صح كده؟ رفع الروح ده لن ينجي المسيح من القتل والصلب، اللي هو اصلا مذكور في الايه اللي قبلها اللي بتقول وما قتلوه وما صلبوه، في اخر الايه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. ها واضحه؟ احنا قلنا ان القتل والصلب بيقع على الجسد، يبقى لازم الرفع ده ينجي المسيح من القتل والصلب الذي يقع على الجسد، صح ولا لا؟ يبقى ده رفع حقيقي، رفع الجسد مش رفع الروح. وصلت ولا لسه؟ ايوه شباب معاكم. وصلت يا الامي؟ معلش انا اسف متفصل بسرعه بس قبل ما افصل تاني. في حد هنا؟ انا هنا، انا عايش. انا هنا يا شباب، في صوت، في ضوء. طيب كويس. نقطه كمان بس بسيطه شباب في النقطه دي، اللي هم بيقولوا لا لا حاضر يا، انا هسألك لسه لان انا مش،
انا ما عنديش كتب خالص هنا، انا في مكان غير المكان وفي عالم غير العالم، فانا هجيب لك من التعب. حاضر. دلوقتي الناس اللي هي بتقول اصل الرفع هنا كان رفع مقام ومكان، احنا ردينا عليهم ان الايه هنا بتقول بل رفعه الله اليه، وان اليه دي تقتضي ان لازم يكون في مكان. ايوه انا عارف والله يا اصبر، عارف عارف حضرتي، مش انا فاهم والله، وانا بجاوب على الاساس ده عادي يعني. طيب ونطرح برضو اشكال هنا صغنن جدا، رفيع جدا، صغير جدا. لو قلنا ان الرفع هنا مقام ومكانه، طب ما هو ده معلوم في كل في حق كل الانبياء والرسل، ما هو رفع المقام والمكانه ما هو ده معروف في حق كل الانبياء والرسل. يعني ايه الاضافه اللي اضافتها الايه لو كان معناها رفع المقام والمكانه؟ طب ما كل الرسل عندهم ربنا سبحانه وتعالى رفعهم في المقام والمكانه، دي رقم واحد. نقطه رقم اتنين، ما فائده ذكر رفع المكانه والمقام في موضع القتل والصلب؟ لا فائده. يعني ايه اللي هيضاف جديد بهذا المعنى ان هو رفع مقام ومكانه في موضع قتل وصلب؟ وفي هنا بقى اشكاليه تطرح بالعكس، هل الانبياء اللي قتلوا كده ربنا ما رفعهمش في المكانه والمقامه؟ هل كده ربنا سبحانه وتعالى قلل من مقامهم ومكانتهم علشان قتلوا؟ هو بالعكس، لو كان هنا الرفع رفع مقام ومكانه ومخلهوش يتقتل ولا يتصلب، يبقى معنى كده ان الانبياء والرسل اللي اتقتلوا وماتوا او رجموا، يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى حط من مكانتهم. يعني كلام مش منطقي خالص. يعني اللهم استعلم وعزولة بالمخلة، النت مش هعمر معايا، أنا تعبت يعني، يوم ما أدخل بلتك النت يعمل معايا كده. الحمد لله ربنا رحمكم، يعني ده من حسن حظكم. طيب سؤال جميل، ليه ربنا لم يمكن اليهود من قتله بالضبط يا ألان؟ لأن المسيح صلى الله عليه وسلم هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وأتى بآيات ومعجزات بينات واضحات لا تحتمل التشكيك، إحياء للموتى وشفاء للأمراض، وكله بإذن الله سبحانه وتعالى، ويخلق من الطين كهيئة الطير، كل ده بإذن الله معجزات واضحة جدا، ومع ذلك كذبوا المسيح. هو كان آخر أنبياء بني إسرائيل، فربنا سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة بهذه الآيات البينات الواضحات، لكن ما زالوا يعني والعياذ بالله يعني بيستهزأوا ربنا، شايفين نفسهم إن هم أقوياء وإن الله سبحانه وتعالى ضعيف، هنقتله. كل ما هيجي لهم نبي ورسول يا إما بيكذبوهم يا إما بيقتلوهم، هنقتله هنقتله. الله سبحانه وتعالى مكر بيهم بقى بصنعهم. إيه صنعكم؟ هتقتلوا؟ لا خلاص ماشي، قدامكم ان هو اتقتل بس هو ما اتقتلش. وده قمة التحدي، ان انت حاجة انت فاكر ان هي صنعتك وحرفتك وفي الاخر انت اصلا عاجز. علشان كده الله سبحانه وتعالى لم يمكن اليهود من قتل، لان ده كان دأبهم اللي هم تكذيب وقتل الانبياء والرسل. بعدين في حاجة تانية يا شباب، لحظة، الآية في سورة آل عمران 54 بتقول يا شباب، حد ينزلها الآية شو عم بتقول؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ايه مكرهم يا شباب؟ قلنا اللي هو قتل المسيح، ده المكر بتاعهم، والله سبحانه وتعالى نجاه. طيب هل في قرينة بتأكد كده ان الله سبحانه وتعالى عندما يمكر في واقعة قتل بريء هل ينجيه ام لا؟ تعالوا نشوف كده سورة الأنفال آية رقم 30، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده تاني كده؟ ده هنا في مكر، مكر من مين؟ حد ينزل يا جماعة في سورة الأنفال 30.
ثانية احاول انزلها انا. تمام نزل على التكست. اوكي الله يجزيك الخير. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ايه ده؟ هنا يا جماعه مين اللي كان بيمكر؟ المشركين. المشركين كان ايه مكرهم؟ قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ها ايه اللي حصل؟ هم ده المكر بتاعهم، ده المكر بتاعهم. ويمكرون ويمكر الله. طب ايه اللي حصل لسيدنا محمد؟ هل تمكنوا من قتل سيدنا محمد؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى نجاه. نفس الكلام برضو، نفس الكلام في سورة آل عمران آية رقم 54، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. كانوا برضو هيمكروا أو بيدبروا في الخفاء لقتل المسيح، فمكر الله سبحانه وتعالى به ونجاه من القتل كما فعل مع سيدنا محمد. إن المشركين أرادوا أن يمكروا سيدنا محمد كي يقتلوه، والله سبحانه وتعالى مكر بهم ونجى سيدنا محمد. بس خلاص، واضحة جدا 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 جدا. ويبقى من السذاجة اللي بيقول بيها النصارى إنه يجي يقول لك أصل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. متوفيك يعني مميتك. آه يعني ربنا قال لليهود أنتوا عايزين تقتلوا المسيح، طب أنا حموته. طب إيه، فين 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 هنا عكس إرادة اليهود يعني؟ ما ده مش عكس إرادة اليهود ولا حاجة. ما الموت والقتل الاثنين بيتفقوا في الغاية، فخلاص يموت بقى يتقتل مش مشكلتنا دلوقتي يعني. احنا أهم حاجة إيه؟ خلصنا منه. أهم حاجة خلصنا منه. هل كان موجود؟ نحن ما عندناش غير إله واحد فقط لغير، وإن كان يوجد إلهان آخران مع الله الواحد يتحرق بجاز وسخ. طب يعني هو دلوقتي بيشتم الابن والروح القدس؟ استغفر الله العظيم يا رب. تكفر بالكفر بتاعه، يعني هو أصلا كافر وكفر بالكفر اللي هو كافر بيه. في صوت شباب؟ في صوت؟ تمام اوكي. غريب جدا. الرحال كده كفر صح؟ يعني هو كافر بالكفر بتاعه. الرحال اساسا كافر، فهو بيكفر بالابن وروح القدس. بيقول لك لو في الهان اخران يتحرقوا بجاز، فهو كافر بالكفر بتاعه. ما شاء الله، يعني الراجل كافر مكفر، يعني كافر أس اتنين دبل. السؤال بتاعك كان ايه؟ دبل كافر يعني خلاص وش بقى، ما تجيش مفيش جدال. انتم تكفرون ظلما وعدوانا. ما انت كفرت نفسك، بتقول ان لو في الهين اخرين هيتحرقوا بجاز. انت فاكر كده الابن هيسمع عليك يعني حسب اعتقادك لما تحرقه تقول كده عنه؟ ولا الروح القدس ده اللي بيجدف على الروح القدس لن يغفر له، ولا في هذا الزمان ولا في الزمان الآتي ولا في أي مكان. يعني أنت مش مغفور لك يا زعبلاوي. السؤال بتاعك كان إيه يا أختنا ألان؟ الرحال ده أنا فاكر كان بيدخل باسم عابر السبيل. واتعمل مناظرة هنا عن معايا عن الثالوث. يا استاذ ما الحكمه من 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 قوليه ولكن شو بيها له؟ الحكمه الكيفيه، يعني احنا عرفنا ازاي هم دلوقتي قتلوه. من وجهه نظرهم ان هم قتلوه، هم شايفينهم ان هم بيقتلوه، هو في الواقع ما قتلهوش. يبقى هي دي الحكمه، ان احنا عرفنا ان الله سبحانه وتعالى القى الشبع على اخر. عايز اضيف نقطة مهمة جدا، مش عارف انا وصلتك الاجابة يا انامي ولا لا. اللي انا بقول علشان نعرف الكيفية. الكيفية اللي خلت اليهود شايفين هم يقتلوا المسيح، وفي الواقع هم ما قتلوش المسيح. بالمناسبة كمان مش الاسلام يا شباب اللي بيقول ان المسيح لم يصلب، هو الاسلام فقط يعني. لا ابدا، من قبل الاسلام بل من القرن
من بداية القرن الثاني أو من القرن الأول إن لم أكن مخطئ، في طوائف بتقول إن المسيح لم يصلب ولكن شبه لهم، إيه رأيكم؟ وفي أناجيل أيوة من قبل الإسلام بتقول إن المسيح لم يصلب ولكن شبه لهم، ولازم ما اعترفوش بيها. يبقى هي أصلا في شك. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك، لفي شك من في شك. وفعلا في ناس مؤمنين من القرون الأولى من قبل الإسلام إن المسيح اتصلبوا فيه، لا المسيح ما اتصلبش، وأنا جيل مكتوبة فيها كده. وصلت الإجابة كده ألامي؟ شباب عشان ما مش ينفع اكمل كده لان انا جبت جاز يا باشا، احنا ناس جامدين جامدين صباحي. اتمنى تكون النقطة وصلت يا لامي. مين ياخد المايك؟ مستورد ايه ده طالع عينه؟ ده نتك احيان مش عارف هبدي بيه.